بدايات المسرح كانت هو قصة ذكرها الله يرحمه، كان محمد طيان ذكرها برضه، قال أنه كان له دور بسيط الظاهر ثلاث كلمات بابي بو أو شيء زي كذا يعني، أو فمحمد طيان يقول دخل المسرح، ويمكن هو يرويها أحسن مني، بس يقول دخل المسرح البابي بو صارت ربع ساعة. لا حاد اقعد هنا، اقعد هنا علشان تستريح. الله يريحنا منكم يا شيخ. ها وش اسمك يا شيخ؟ وش مرض؟ علمه هو ابوك علمه لي. لا انت ذكر اسمك. وش اسمك؟ بابي بو. نعم بابي بو. ماني فاهم وش يقول ذا. علمه هو ابوك ليل. بابي بو جاي يا شيخ. بابي بو لازم. وش لغة البيبان هذه؟ ما تعرف لغة ثانية؟ هذا مروه يا دكتور ما يقدر يحسن.